التقليد الأعمى من الناس للأئمة والمربين والقدوات في تطبيق صفة الصلاة، فكثيرون يعتمدون في صلاتهم وكيفيتها على فعل فلان، وكأن فلان هذا هو المشرع فيصلي كما يصلي ويفعل كما يفعل، وهذا خطأ. صحيح أن من المفترض أن يكون هذا العالم وذلك الإمام عالما بأمر صلاته مؤديا لها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يقع منه السهو وقد يقع منه الجهل والخطأ، فلا ينبغي لك أن تقلد إمامك في كل شيء. الذي يقلد في كل شيء هو واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم، وما عداه فيعتريه ما يعتري باقي البشر من الخطأ والنقص والسهو. فإذا رأيت من إمامك أمرا رابك وشككت فيه فاسأل، لأنه قد يكون نسي أثناء الصلاة ففعل فعلا خاطئا فرآه غيره واقتدى به ظنا منه أن ذلك هو الحق.